السلام عليكم. بابا بابا. ها حبيب بابا، بارك لي. ليش شكو؟ طلعت الناجح الأول. عافية بستبع طال على أبوك والله العظيم. إيه ليش أنت أهم طلعت الناجح الأول؟ بالدوري إيه، بس بدوري الأبطال إجانا امتحان ورسبنا به. ليش كان صعب؟ لا والله بس والقرآن وإحنا أكبر جبناء. إحنا كشعب بشكل تام؟ والله العظيم كلنا جبناء، وهاي الشعب الكل يسمعني. دخلت سريد وحدة وخل هذول عطيح شون، هم نسوان عنا نسوان والله، بس إحنا جبناء على الحسن والله إحنا جبناء. زين؟ إيه سولف ليش تعلمت من المدرسة؟ بالعربي دار دور تمس راسك بالتنور، بالرياضيات جمع وطرح وقسمة وضرب، بالإنجليزي how are you what's your name، وبالتاريخ درسونا على الحضارة الرومانية. شنو رومانية؟ ولك حتى أنت تبسمرني؟ والله لن على أبوك يا كلب، مش اطلع برا. بابا ليش تخالق نفسك؟ ما أعرف أتربيك، وحتى ما راح أشتري لك بلاي ستيشن هدية نجاحك. جونيور هل بضلع دياغو، شخبارك؟ والله مو زين. ليش شبيك؟ بابا ميسي شبعني رزايل يوميا، ما اعرف ليش احس ضايج من نفسه. ليكون انت مضوجة شي؟ لا والله كل شي ما مسوي، بس قلت لار درسنا على الحضارة الرومانية يوليوس قيصر. لا بابك ابد ما مسوي شي، هم زين فضلت بس رزايل. صحيح اتذكرت انت عندك اخ اكبر منك؟ لا يا بلا ما عندي، ليش منو قال؟ يا معود تعال شوف هذا الفيديو. والله هذا الولد قسيت عليه صح، بس يرجع راح اصالحه للمسكين. هلا حبيبي تياغو تعال. بعد لا تحكي معاي ولا كلمة. ليش ابني مو لهالدرجة؟ شكو انت ليش مخبي علي ياسر؟ ياسر هذا ما تقلي شبيك؟ تعرفه انت، لا تراوغ معايا، انت مو بالمباراة. اوه احكي لا اجي اكسر راسك. ليش مخبي عني انه عندي اخ اكبر من عندي؟ تصير احسن لك يا اخ هذا. والله متأكد من هالشي. شلون تأكدت؟ تعال شوف هذا الفيديو. بابا سويت مثل ما قلت لي وشوفت الفيديو لتياغو. عافية بالسبع، بس باقي خطوة واحدة أخابر على ناشيونال جيوغرافيك وينشرون التقرير اللي قلت لهم عليه. ماسي يا بابا يا بابا. ما سر الجملة التي يرددها عصام الشوالي؟ ميسي هو بابا. هل حقا ميسي هو أبو عصام؟ عجز العلماء والأطباء عن تفسير هذه الظاهرة. كيف من الممكن أن يكون صاحب 30 عاما أبا لصاحب 48؟ وهل خدع ميسي ابنه تياغو كل هذه الفترة؟ نشرت صحيفة خريط مقالا تفسر فيه ما حدث، وخاتمت المقالة بأن ميسي من الممكن أن يكون الأب الروحي لعصام لا أكثر. لقد استغربت كثيرا عندما سمعت أن ابني الوحيد يصرخ ميسي هو بابا، وحزنت كثيرا كيف أن ابني قد تبرأ مني لمجرد فرصة في المباراة أعجبته. أنا أشعر بالغيرة من ميسي، كيف أخذ مني ابني الذي ربيته وتعبت عليه. سيبقى لغز عصام وأبو عصام محيرا للجميع، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إذا كان ميسي هو بابا، فهل أنتونيلا هي ماما؟